وعلاقات الأخوة والصداقة وتعزيز التعاون وترقية الشراكة بين الجزائر وجنوب إفريقيا، والتوقيع على ورقة طريق تخص العلاقات الدبلوماسية بين بلدين ضمن زيارة وزيرة خارجية جنوب إفريقيا إلى الجزائر. تكريم الفائزين في مسابقة جائزة أول نوفمبر 54 في طبعتها 23 في 6 مجالات بحثية وإبداعية. توظيف كل خريجي مراكز التكوين بسوناطراك بالجنوب وإطلاق أول عملية تكوين في تلحيم أنابيب النفط لفائدة شباب ورقلة، وترقية لليد العاملة المحلية المؤهلة بولاية الجنوب. الاطلاع على فرص الاستثمار المتاحة بباتنا والتسهيلات المقدمة لاستقطاب أصحاب المشاريع من جاليتنا بالمهجر. وبسيدي بالعباس توسيع المنطقة الصناعية دفعا لوتيرة الاستثمار. في فلسطين وقفة احتجاجية أمام مقر الأونروا بغزة للمطالبة بالإسراع في إيجاد حل للوضع الإنساني المزري جراء الحصار والاعتداءات المتكررة للاحتلال. تحية لكم والسلام عليكم. هنأ رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة نظيره التونسي الباجي قايد السبسي بمناسبة الذكرى الثامنة لعيد الثورة والشباب في رسالة هذا نصها: يسعدني والشعب التونسي الشقيق يحيي الذكرى الثامنة لعيد الثورة والشباب أن أتوجه إلى فخامتكم باسم الجزائر شعبا وحكومة وأصالة عن نفسي بحر التهاني وأخلص التمنيات، سائلا الله العلي القدير أن ينعم عليكم بموفور الصحة والعافية والسعادة، وعلى الشعب التونسي بمزيد من الرقي والتطور والهناء تحت قيادتكم الرشيدة والمستنيرة. واغتنم هذه السانحة السعيدة، يضيف رئيس الجمهورية، لأؤكد لكم عزمنا الثابت على العمل معكم من أجل تمتين أواصر الأخوة والتضامن التي تجمع شعبين شقيقين والارتقاء بعلاقات التعاون الراسخة بين بلدين إلى مراتب أعلى بما يعود بالمنفعة والرفاه المشترك على بلدينا الشقيقين. في التعاون استقبل اليوم الوزير الأول أحمد يحيى وزيرة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية جنوب إفريقيا لينديو سيزولو التي تقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر تدوم يومين. اللقاء جرى بحضور وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مسهل. هذا وتحدث وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مسهل مع نظيرته من جنوب إفريقيا لينديو سيزولو. اللقاء سمح بتقييم مستوى علاقات التعاون بين بلدين وبحث آفاق جديدة للشراكة ترقى إلى مستوى العلاقات السياسية المتميزة التي تربط الجزائر وجنوب إفريقيا، لتتوج المحادثات بالتوقيع على ورقة طريق تخص العلاقات الدبلوماسية بين بلدين. سيزولو ثمنت نتائج زيارتها والإرادة القوية لدى الطرفين للدفع بها نحو أفاق أرحب. من جهتها أبرز مساهل العلاقات النوعية بين البلدين وأفاق توسيعها إلى مختلف المجالات. عن كثب طهبليدي. ورقة طريق بنقاط عديدة وبعمق وأبعاد دبلوماسية هامة بين الجزائر وبريتوريا تم توقيعها بين وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل ووزيرة العلاقات الخارجية والتعاون لجنوب إفريقيا ليندوي سيسولو، ستعزز مثانة العلاقات الثنائية بين البلدين بما تحدده من تحرك دبلوماسي ومشاورات وتنسيق يمتد للسنتين المقبلتين. وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل رسم بوضوح ملمحا شاملا لواقع العلاقات بين البلدين. اتفقنا إذن على أن تكون زيارة لوزير التجارة والاستثمار جنوب أفريقيا في الجزائر هذه السنة، وتكون فرصة هذه الزيارة أولا لإنشاء يعني لجنة جزائرية وجنوب أفريقيا حول التبادل التجاري والاستثمار. ثانيا ستكون فرصة كذلك
لربما وهذا باتفاق مع أرباب العمل أن يكون منتدى رجال الأعمال جزائريين ومن جنوب أفريقيا في هذه السنة. لما نتكلم على التبادل يعني في الميدان الاقتصادي والتجاري نتكلم على النقل، واتفقنا وهذا سيكون لنا مقترح للوزراء المعنيين لعودة فتح الخط البحري الذي يربط موانئ الجزائر بدوربان في جنوب أفريقيا. طبعا فيها ميدان تبادل التجارب وتبادل يعني الخبراء في ميادين التعليم العالي، الفضاء يعني الوكالة الجزائرية للفضاء ووكالة جنوب أفريقيا للفضاء لهم علاقات قديمة. فيه كذلك يعني آلية تشاور ما بين الجزائر وجنوب أفريقيا في ميدان الاستراتيجي وميدان كذلك الأمني، هذا يخصنا جميعا انطلاقا من ما يجري في منطقتنا سواء تعلق الأمر بمنطقة شمال أفريقيا أو الساحل. وزيرة العلاقات الخارجية والتعاون لجنوب أفريقيا ثمنت نتائج زيارتها والإرادة القوية لدى الطرفين للدفع بها نحو آفاق أرحب. العلاقات بين بلدينا تاريخية وفي مستوى عال من الوفاق السياسي حول مختلف القضايا. ورقة الطريق المتفق عليها واعدة بما يضمن تطلعات بلدينا، وأنا ممتنة لمعالي الوزير بهذه الدعوة الكريمة وعلى رحبة الاستقبال. وكان وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل قد تحادث مع وزيرة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية جنوب إفريقيا لينديو سيزولو في مباحثات سمحت بتقييم مستوى علاقات التعاون بين البلدين وبحث آفاق جديدة للشراكة ترقى إلى مستوى العلاقات السياسية المتميزة التي تربط بين الجزائر وجنوب إفريقيا. على هامش فعاليات أسبوع التنمية المستدامة بأبوظبي بالإمارات العربية المتحدة، شافت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة فاطمة الزهراء زرواطي ووزير التغير المناخي والبيئة بالإمارات العربية المتحدة ثاني بن أحمد الزيودي على مراسم توقيع اتفاقية للتعاون الثنائي في مجال البيئة والطاقات المتجددة. تقضي هذه الاتفاقية بتبادل الخبرات في مجال حماية البيئة والتلوث ومكافحة ظاهرة التصحر، كما تقضي أيضا بتطوير وتعزيز التعاون في بناء القدرات المؤسساتية والبشرية وتبادل الخبرات في مجال الطاقات المتجددة، وهذا خارج الشبكة وحماية البيئة البحرية من التلوث. هو خطوة كبيرة لتعزيز العلاقات ما بين الدولتين، العلاقات طبعا المتميزة، وتأتي الآن فيه تحديات، وهذه المذكرة تستسمح لنا بالتعاون أكثر من أجل التنمية المستدامة. دولة الإمارات الرائدة ونحن اليوم في أسبوع التنمية المستدامة لأبوظبي، ففي كثير من التجارب المتميزة لكلا البلدين اللي ممكن أننا نتطلع إليها من خلال تبادل الخبرات. ناقشنا عدة مواضيع وسبل تعزيز التعاون المشترك فيما بيننا في قطاع البيئة والطاقة المتجددة والنفايات ورفع وزيادة التوعية. العلاقة الاستراتيجية بين دولة الإمارات والجمهورية الجزائرية علاقات قديمة أرسوها المؤسسين وماشيين على نفس النهج قيادتنا الرشيدة، ودائما يأكدون بأن العمل المشترك مع الدول العربية الشقيقة جزء لا يتجزأ من عملية التطوير والتنمية في دولة الإمارات. هذا وكانت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة فاطمة الزهراء زرواطي قد شاركت في فعالية أسبوع أبوظبي للتنمية المستدامة والذي حمل شعار تسريع وتيرة التنمية المستدامة، وهذا بمشاركة 175 دولة. ترتكز المحاور الرئيسة للتظاهرة على مفهوم الطاقات المتجددة، كما يسعى المشاركون إلى فتح الحوار والتعاون الدولي من أجل مستقبل أكثر استدامة للأجيال. لذلك حضرت زرواطي حفلة تكريم الفائزين بجائزة زايد للاستدامة لدورة 2019. أفاد بيان للمجلس الدستوري عن فوز المترشح بخشي محمد في انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة المنتخبين.
وهذا عن ولاية تلمسان، حيث تم إلغاء 7 أصوات معبر عنها، وهذا بعد قبول الطعن المودع لدى كتابة ضبط المجلس، ليتحصل المترشح نفسه على أكبر عدد من الأصوات أي 518 صوتا. هذا ويعلم المجلس الدستوري في بيانه، يعلم أنه تم تغيير في النتائج الإجمالية للانتخاب بعد قراره المتضمن إلغاء الانتخاب بولاية تلمسان وإعادة تنظيمه، وستنشر هذه النتائج في الجريدة الرسمية بموجب إعلان المجلس الدستوري رقم 2. أشرف اليوم وزير المجاهدين الطيب زيتوني على حفل تكريمي خاص بالفائزين في مسابقة جائزة الفاتح نوفمبر 54 في طبعتها 23، حيث تم تكريم المتوجين في مجال البحث التاريخي، الشريط الوثائقي، القصة، الرواية، المسرحية والشعر. الحفل حضره عدد من أعضاء الحكومة. وعن التلفزيون نسيمة يعقوبي. ثورتنا المظفرة بأقلام مبدعيها، ممن توجوا في مسابقة جائزة الفاتح نوفمبر 54 في طبعتها 23، فهو موعد يجمع المبدعين في حب الجزائر. رد اعتبار بسيط لهذا العظيم الذي منح حياته من أجل أن نحن أو نحيا نحن اليوم يعني في جزائر العزة والكرامة. أي كاتب كي يكتب يجب أن تكون دوافع، ودوافعنا هي منطقتي على شريط حدودي، شريط شر خط شر وموريس، هنا كثير من معطوبي. 6 أعمال توجت بجوائز هذه المسابقة من بين 240 عملا مشاركا في مجالات البحث التاريخي، الشريط الوثائقي، القصة، الرواية، المسرحية والشعر. إن مسألة التكفل بكتابة تاريخنا الوطني والحفاظ على ذاكرتنا المجيدة رسالة إنسانية ومهمة حضارية تعمل وزارة المجاهدين، وهي واعية بمسؤولياتها على النهوض بها في إطار تشييد برنامج فخامة الرئيس المجاهد عبد العزيز بوتفليقة، وبمشاركة كافة الهيئات والمؤسسات وأفراد الشعب الجزائري وخاصة المثقفين والكتاب والمؤرخين. والهدف المأمول من ذلك هو جمع المادة التاريخية وأرشفتها وتقديمها للباحثين. تقليد دأبت على إحيائه وزارة المجاهدين من أجل إثراء الذاكرة الوطنية والحفاظ عليها. وإلى مبادرة أخرى، فخلال إشراف على انطلاق الطبعة الثانية من مبادرة أقلام بلادي، شددت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت لدى لقائها لإطارات القطاع بغليزان، شددت على تعزيز الهوية الوطنية داعية إلى جعل المدرسة فضاء للإبداع وصقل المواهب. المراسلة لسفيان مقنين. هياكل تربوية جديدة ومجهزة بكل الوسائل البيداغوجية الضرورية وأخرى قيد الإنجاز في ولاية غليزان وقفت عليها وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، والتي أكدت على أهمية تكوين الإطارات التربوية وفتح الحوار مع الشركاء الاجتماعيين. وإننا نعمل حاليا على إعداد مرجعيات للتكوين بالنسبة لكل فئات الموظفين العاملين في القطاع. إن تلاميذ اليوم يختلفون عن تلاميذ الأمس، وإن متطلبات مختلف المهن في القطاع تغيرت، لذلك من ضروري تكيف مع المستجدات ومساءلة الذات لتحسين الأداء باستمرار من أجل بناء مدرسة نوعية تستجيب لتطلعات المجتمع. النشاطات اللاصفية مثل نوادي المطالعة والكتابة والأشغال اليدوية تساهم دون شك في بناء شخصية التلميذ، وهو الهدف من إطلاق الطبعة الثانية من أقلام بلادي. بالنسبة لنا أقلام بلادي المقابل تاعو هو المنتوج عند التلميذ، وهدفنا أن هذا المنتوج فغادي مع وزارة الثقافة يكونوا موجودين في السالون دو ليف، ولا في سالون المنتج، وهذا هو المقابل لهذه المشاركة للتلاميذ. الوزيرة دعت أيضا الأساتذة الحاملين للشهادات العليا بقطاعها التربوي إلى المساهمة بالبحوث الميدانية لتحسين سير المؤسسات والممارسة البيداغوجية.
خلال زيارة عمل وتفقد إلى ولاية سكيكدا، كشف وزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغني زعلان عن 200 مليار دينار برسم قانون المالية 2019 مخصصة للقطاع بهذه الولاية الساحلية، هذا بالإضافة إلى 100 مليار دينار لإعادة تهيئة وصيانة شبكة الطرقات. المراسلة لمحمد زموري. تفقد وزير الأشغال العمومية والنقل الطريق المنفذ الرابط بين ميناء سكيكدا وطريق السيار شرق غرب على مسافة 31 كيلومترا. عبد الغني زعلان صرح بأن سنة 2019 وسنة 2020 ستكونان موعدا لقطف النتائج الإيجابية على الاقتصاد الوطني التي ستخلفها تلك الاستثمارات، والتي أهمها المنافذ الرابطة للموانئ بطريق السيار شرق غرب. 13 مشروع يربط أهم المدن وخاصة المدن اللي تحتوي على موانئ، وسنة 2019 هذه السنة اللي رانا بديناها، راح هذه السنة ستكون السنة الأولى اللي راح نبدأ نستلم فيها هذه المنافذ، بعض من هذه المنافذ إن شاء الله راح نستلم منفذ وهران يخرج من ميناء وهران نحو طريق الاجتنابي رقم 4، راح نستلم الشهر نهاية هذا الشهر منفذ مستغانم، ثم مارس غليزان. وزير الأشغال العمومية والنقل دشن عددا من المنشآت الفنية، كما وقف على إعادة تهيئة الطريق الوطني رقم 43 الذي سيفك الخناق على الولاية. عبد الغني زعلان دشن مرفأ الصيد البحري ببلدية واد زهور الذي سيسع 142 مركبا للصيد وسيفتح آفاقا للتشغيل. بل يكون عندنا 25 ملجأ وميناء للصيد، تضاف لها 11 ميناء تجاري، والموارد كما ذكرنا هي منشآت عالية الاستثمار يعني مكلفة، تتطلب دراسات، تتطلب أشغال وسط الأحواض المائية، ولكن يعني برنامج تاع فخامة رئيس الجمهورية رغم الشيء هذا حافظ على النسق وعلى الوتيرة تاع هذه الإنجازات. هذا وقد صرح وزير الأشغال العمومية والنقل بأن برنامجا لتوسيع الموانئ هو بصدد الإنجاز، قد مس أغلب الولايات الساحلية، والهدف هو الإسهام في التطوير وتسريع الحركية الاقتصادية. أشرف الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك عبد المؤمن ولد قدور على انطلاق تربص لأول دفعة في اختصاص تلحيم الأنابيب بمركز التكوين التابع لسوناطراك بورقلة. وبالمناسبة شدد ولد قدور على ضرورة إدماج المتربصين من خلال عقود تمنح لهم فور شروعهم في التكوين. المتابعة مع حمزة أحمد بالقسام. مركز التكوين لتلحيم الأنابيب بورقلة التابع للمعهد الجزائري للبترول يفتح أبوابه من جديد بعد توقيع اتفاقية شراكة بين سوناطراك ومديرية التكوين والتعليم المهني بورقلة. الاتفاقية ستسمح بتكوين أول دفعة لتلحيم الأنابيب استفاد منها شباب المنطقة. والقدور أكد أن سوناطراك ستنشئ معاهد جديدة مماثلة في المناطق الجنوبية، مشددا على استفادة المتربصين من عقود التوظيف مع بداية التكوين. هادو سو كي فيان يدوف رونتري افيك ان كونطرا دو ترافاي ماشي ان كونطرا دو فورماسيون ابري يروحو لدارهم. نو جو كونفيرم انكور بور لي 43 با 43 سي بور تو الموند. Quand tu rentres quelqu'un, il doit rentrer avec un contrat de formation et de travail. Absolument. Ça ne sert à rien de les former après de les laisser dehors. Il faut qu'on s'organise pour continuer à développer la formation en interne. Et comme je disais tout à l'heure, qui te dit normalement de les contrats. Mais si tu شغل رايو عندنا قالك باللي بعد الانتهاء مباشرة من التكوين المستمر لمدة 6 أشهر رايحين نسنيو على عقود تاع التشغيل. احنا ماذا بينا مليحة كي داروا هنا في ورقلة، خير ما نديبلاسيو للجزائر ولا نخلصوا دراهم ومدة غير قصيرة 15 يوم ما نتعلموش، مش كيما هنا 6 شهور. احنا فخورين بهذا الميتي وماذا بينا نكونوا نبذلوا مجهود اكثر ونكونوا في الميدان ان شاء الله. وخلال زيارة إلى مؤسسة وطنية خاصة تعمل على إنتاج الآزوت والأكسجين السائل، أكد ولد قدور على أن سوناطراك تعمل على تطوير صناعاتها الغازية وتوسيع نشاطها
خارج الجزائر. On veut devenir international. On ne veut pas compter que sur les ressources que nous avons en Algérie. À ce titre, vous savez très bien que on a un champ au Pérou. Nous sommes en négociation avec l'Irak. On est en négociation avec beaucoup de pays pour pouvoir travailler. هذا وشرع المجمع الوطني للمحروقات سوناتراك في تنفيذ برنامج اجتماعي لسكان الجنوب من خلال تقديم معدات وتجهيزات طبية للمستشفيات العمومية. كما سيعمل المجمع على إنشاء مراكز ثقافية بهذه المناطق، أولها بإليزي. إلى الحركية الاستثمارية فضمن الاستراتيجية الوطنية الرامية لتعزيز النسيج الصناعي وتنويعه، تعكف المصالح الولائية بسيدي بالعباس على إعطاء حركية جديدة لوتيرة الاستثمار بالولاية من خلال توسيع المنطقة الصناعية وتهيئة مناطق جديدة للنشاط. التفاصيل مع مراد مزوار. تختص هذه الوحدة الانتاجية الكائنة بولاية سيدي بالعباس في صناعة المواد شبه الصيدلانية. المشروع انطلق سنة 2003 وهو اليوم يمول السوق الوطنية بما يزيد عن 100 مستحضر، فضلا عن توفير عديد مناصب الشغل لأبناء المنطقة. هذا المشروع الآن راه يشغل أكثر من 60 عامل، يعني مباشر امبلوا ديريكت بلس لي زوتر امبلوا انديريكت، وعندنا اون جام تري فاريي. والحمد لله بفضل هذا المشروع تحصلنا على منصب عمل. أنا متحصلة على شهادة جامعية بيوكيمياء تطبيقية درجة ثانية ماستر، وهذه المؤسسة فتحت لنا المجال باش نعملو ما بقوش باش نتطوروا. وفي الأفق يتطلع صاحب هذا المشروع إلى التوسعة ودخول مجالات استثمارية أخرى ذات الصلة بالصحة الحيوانية، وهذا بعدما لقي تجاوبا ودعما من قبل السلطات المحلية. من جهتنا علينا مواكبة هذا الجهد، هذا الجهود المبذولة من طرف العديد من المستثمرين، أولا بتقديم التسهيلات في الحصول على العقار الصناعي، وثانية العمل على تسهيل كل المراحل الإدارية. وتشجيعا للحركية الاستثمارية تم كذلك بولاية سيدي بالعباس توسيع المنطقة الصناعية لتصل إلى 60 هكتار، فضلا عن خلق منطقة للنشاطات ببلدية رأس الماء. وبولاية باتنا اطلع وفد من أفراد جاليتنا المقيمة بالخارج على مختلف الفرص الاستثمارية المتاحة والتحفيزات والتسهيلات المقدمة، وهذا تشجيعا على إطلاق مشاريع تسهم في دفع التنمية بالولاية. المراسلة لعيسى طروب. إيمانا بالدور الاستراتيجي للجالية الجزائرية في الخارج لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية ترقى بالبلاد، دعت ولاية باتنا وفدا من الكفاءات الجزائرية في الخارج لتحفيزهم على تجسيد مشاريعهم على أرض الوطن بما توفر من إمكانات. إن دور الجالية الجزائرية لا يقل أهمية عن دور مواطنيهم داخل الوطن. إن الإمكانات والقدرات الضخمة التي تتوفر عليها الجزائر وكذا النموذج الاقتصادي الجديد المعتمد من طرف الحكومة بتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية كفيلان بتحقيق الهدف المنشود، وإن مساهمة الجالية الجزائرية مطلوبة بقوة في هذا المجال. الاطلاع على واقع الاستثمار بهذه الولاية والفرص المتاحة والمؤسسات المسخرة لإزالة العراقيل من خلال الندوات والخرجات الميدانية يمكن من إتاحة فرص التعاون والشراكة. Nous sommes en train de faire des propositions dans les régions pour que encourager l'investissement, valoriser le Made in Algeria, créer de la valeur ajoutée, surtout à l'exportation. Dites, nous chauffons là, في بلادنا. Est-ce que كاين les opportunités باش نديفلوبيو سما l'activité interne هنا تاع développement informatique. عندنا des softwares sur le domaine du transport et le domaine du bâtiment. عندنا دي سوفتوير كي فون بيرميتر اوز انتربريز دو جيري لور انتربريز، وجينا نشوفوا هنا لي كومبيتونس اكزيستونت. تشكل هذه اللقاءات التواصلية استشراف الآفاق المستقبلية لمساهمة كل أبناء الوطن في ترقية الواقع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد. وفي مجال الشراكة، وقعت اليوم الشركة التركية الجزائرية عبد إبراهيم لصناعة الأدوية مع نظيرتها الألمانية بورينجر أنجلهايم اتفاق شراكة للإنتاج المحلي للأدوية المعالجة لارتفاع ضغط الدم وداء السكري.
خلال حفل التوقيع أكد شريكان أن هذا الاتفاق الذي قيمته 20 مليون يورو يتمثل في إنتاج أدوية ضد ارتفاع ضغط الدم وضد داء السكري من الصنف الثاني، وستتكفل بإنتاج هذين الدوائين وحدة الإنتاج لشركة عبد إبراهيم بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله بزيرالدا. للإشارة فإن الجزائر تحصي 92 وحدة لإنتاج الأدوية تنتج 2800 علامة تجارية صيدلانية، في حين أكد مدير الصيدلة تسخير 152 مشروعا لإنتاج الأدوية. الهدف من هذه الشراكة هو صناعة كل أدوية التي بحوزة هذه الشركة الألمانية في الجزائر، ونبدأ بداية من أول مستحضر أو أول دواء وهو الميكارديز بلوس كما أعلن عليه، المستعمل في علاج الضغط الدموي. في هذه الموليكول كي يكونوا في الديابيت أو في الهايبرتنسيون أرتيريال يكون حوالي 20 مليون يورو. هاد 20 مليون يورو لو كان نديروا لهم وين راهم رايحين اكزاكتومون، عندك اون غران بارتي اللي حتروح في لوتي اندستريال، هذه الاولى، عندك اون بارتي اللي تروح في لو ترانسفير تكنولوجيك، عندك اون بارتي اللي هي في لا فورماسيون. من سوق الدواء إلى سوق المنتجات الفلاحية، فسعيا إلى تنظيم السوق وضبط أسعار المنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع، شرعت اليوم وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري شرعت بتزويد السوق المحلية بمنتج الثوم الذي شهدت أسعاره ارتفاعا، وبالمقابل تخزين الفائض من الإنتاج الذي يعرفه أقول منتج البطاطس معين بوطيبان. تزويد السوق بمنتوج الثوم المخزن على مستوى غرف التبريد، عملية شرعت فيها اليوم وزارة الفلاحة من خلال الديوان الوطني للخضار واللحوم. العملية ستعرف توزيع 1700 طن عبر مراحل. بإذن الله عملية استخراج مخزون الثوم الذي تم تخزينه في عملية ضبط الإنتاج ذات الاستهلاك الواسع في الفترة ما بين شهر جوان وجويلية من العام 2018، والعملية تنطلق دونك لضبط الأسعار على مستوى السوق اللي عرفت ارتفاع في الأيام الأخيرة. وبعد التخزين مثلا من سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر، طبعا احنا عندنا اتفاقية مع وزارة الفلاحة يعطونا لوكي يعني يسدنا باش نبدأ نسوقوا في هذا الثوم إلى الأسواق المحلية. على غرار منتوج الثوم الذي يعرف ارتفاع، يشهد منتوج البطاطا ما بعد الموسمية فائضا لوفرة الإنتاج. الفائض سيتم تخزينه على مستوى 7 وحدات. احنا لوبجيكتيف تاعنا مع وزارة الفلاحة ومع لوفيس ناسيونال انتر بروفيسيون دو فروي ولي فيوند، احنا منخرطين معاهم في ريغولاسيون تاع لا بوم دو تير الشتوية، وهنا السوبرفيسي تاعنا هنا في ولاية بومرداس نلحقوا ان شاء الله قريب 7000 طن. تخزين وإعادة توزيع المنتوجات الفلاحية الأكثر استهلاكا عملية تسعى من ورائها الوزارة الوصية إلى تنظيم السوق وتلبية حاجيات المستهلك بأسعار معقولة. وتحسينا للإطار المعيشي للمواطن، استفادت منطقة جروت بولاية أضرار من عدة مشاريع تنموية خاصة في قطاع الأشغال العمومية والنقل وكذا التهيئة الحضرية للأحياء. فتيح أبو عراب. مشاريع تنموية متعددة بمنطقة أجروت، منها تعبيد وتهيئة الطرقات بين الأحياء والقصور لفك العزلة. طريق اللي درنا جديدة زينة لنا، تنفعنا في حوايج ياسر، قربونا فوتنا الصرف الصحي، الغاز، الماء، كل شيء على أفضل حال. تساعد في حركة السير، في التنقل، في مثلا في نقل المرضى. كما استفادت من عملية في إطار المخطط البلدي للتنمية تخص إنجاز الطرق يربط بين أحياء البلدية والطريق الوطني رقم 51 بمبلغ مالي يقدر ب 86 مليون و 820 ألف دينار جزائري. كما استفادت المنطقة بمحطة رئيسية لنقل المسافرين التي تدخل حيز الخدمة قريبا. هذه المحطة موجودة في على مستوى الطريق الوطني اللي يربط أجروت، وأنها محطة توفر على المواطن في الدائرة على مستوى الدائرة، والمكسب اللي رايح يزيد في يعني في راحة المسافرين. حفاظا على البيئة والصحة العمومية، تم ربط شبكة الصرف الصحي بأقبور وزاوية سيدي عمر بالمحطة الرئيسية لتصفية المياه المستعملة.
الغلاف المالي المسطر إليه حوالي 100 مليون دينار جزائري، وهذا لإنجاز ما يقارب 14 كيلومتر عبر الشبكة. الجهود متواصلة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة اقتصاديا واجتماعيا بولاية أدرار. إثر التذبذب في عملية توزيع المياه الصالحة للشرب ببعض بلديات العاصمة، تشرف أشغال تهيئة الخزان الرئيس بالقبة تشرف على الانتهاء لتستأنف عملية التزويد بالمياه بشكلها المعتاد تدريجيا اعتبارا من يوم غد عبر البلديات التي شهدت التذبذب في التموين بسبب الأشغال. عن كثب وليد صاري. وتيرة أشغال متسارعة يعرفها الخزان الرئيسي للمياه بالقبة الذي يزود 5 بلديات بطاقة استيعاب تفوق 14,000 متر مكعب. شركة سيال جندت كل الوسائل المادية والبشرية لتهيئته بقنوات جديدة قصد تأمين وتمويل المواطن بالمياه الشرب. نقوم سيال بأشغال ربط قناة جديدة لهذا الخزان تدخل في تأمين التزويد بالمياه الصالحة للشرب لصائفة 2019، حيث تمس 5 بلديات وهي بجراح، القبة، حسن داي، بلوزداد، سيدي محمد. هذا المشروع تنتهي مدته غدا إن شاء الله على الساعة 8 صباحا 15 جونفي 2019، ويتم إعادة التزويد السكان بالمياه الصالحة للشرب تدريجيا. هي عملية تهيئة واسعة تعرفها مختلف قنوات المياه عبر ولاية الجزائر قصد تزويد المواطن بمياه ذات جودة عالية. في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل جهود قوات الجيش الوطني الشعبي، سلم إرهابيان نفسيهما أمس للسلطات العسكرية بيتم راست بناحية العسكرية السادسة. يتعلق الأمر بالمسمى التوجي عثمان المدعو ساعد وملوكي أحمد المدعو عبد المالك اللذين التحقا بالجماعات الإرهابية عام 2017. الإرهابيان كان بحوزتهما مسدسان رشاشان من نوع كلاشنيكوف، 4 مخازن مملوءة بالإضافة إلى 908 طلقات عيار 14 ملمترا فاصل 5، وهذا حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني. وفي إطار مكافحة التهريب والجريمة المنظمة وقفت فرزة للجيش إثر عملية بحث وتفتيش ببرج باجي مختار 4 مهربين، وضبطت شاحنتين محملتين بكمية معتبرة من المواد الغذائية والوقود، فيما أوقفت مفرزة أخرى 14 منقبا عن الذهب، وحجزت 3 مركبات رباعية الدفع وأجهزة ومعدات بعين قزام. من جهة موقف عناصر الدرك الوطني بكل من أم البواقي وجيجل 3 مروجي مخدرات بحوزتهم أزيد من 770 قرصا مهلوسا، فيما تم حجز 10 طائرات دون طيار ببجاية. من جهة طائرة تقول درون ببجاية. من جهة أخرى وفي إطار محاربة الهجرة غير الشرعية، أوقف عناصر الدرك الوطني وحراس الحدود 7 مهاجرين بطريقة غير شرعية من جنسيات مختلفة بكل من بسكرة وتلمسان. في مبادرة تضامنية لولاية بسكرة الوادي وغرداية، حطت قافلة المساعدات رحالها وهذا بمخيمات اللاجئين الصحراويين لتقديم إعانة متنوعة تتمثل في مواد غذائية وأغطية وأفرشة. وهيبة مزوش. قطعوا حوالي 2000 كيلومتر من بسكرة إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين لإيصال هذه المساعدات الإنسانية، خاصة في مثل هذه الأجواء الباردة. جمع حوالي 185 طن من مختلف الأغذية، فيها طمور، فيها ألبسة، فيها خضر وفواكه من مختلف البلديات، خاصة نذكر بلدية جامعة، بلدية الدوسن، بلدية الغروس، بلدية طولقة، وبعض المحسنين ورجال الأعمال من مدينة بسكرة، وفيه شخص آخر من ولاية وهران وولاية مسيلة. احنا جينا هنا باش نعاونوا نتآزروا مع إخواننا الصحراويين اللاجئين في المخيمات الصحراويين باش نعزيدوا ونعطيوا لهم دعم معنوي ونفسي. نشنين توت نسد استغرديت نويد بسين مأونت دواني تحتاجن أيتمنى صحراويا كان نرقب بالمعاناة نسن إن شاء الله هنطلب ربي إن شاء الله هدي شمر غفزن. الهلال الأحمر الصحراوي ثمن كثيرا روح التضامن والتكافل لدى الجزائريين.
نحن سعداء جدا بهذه المبادرة التي تعبر عن الكرم الكبير للشعب الجزائري، وهذا الاحتضان الدافي التضامني الدائم والمتواصل مع الشعب الصحراوي. هي مساعدات إنسانية تعكس قوة العلاقة بين الشعبين. من مخيمات اللاجئين الصحراويين، موفدة التلفزيون الجزائري، وهبة مزوجة. استشهد فتى فلسطيني اليوم متأثرا بإصابة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق جبل شمال غزة خلال مسيرة العودة الجمعة الماضية. من جهة أخرى، نظم المئات من الفلسطينيين وقفة احتجاجية أمام مقر الأونروا بالقطاع للمطالبة بالإسراع في إيجاد حل لأوضاعهم الإنسانية. الصورة ينقلها لنا وسام أبو زيد. في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي تهديده المتكرر لقصف قطاع غزة، ما زالت مئات العائلات الفلسطينية تطرق أبواب الهيئات الدولية لإعادة إعمار منازلها المهدمة. فرغم قساوة الأجواء في فصل الشتاء، إلا أنها لن تكون أكثر شدة من أوضاعهم بعد أن توقفت الأونروا حتى عن دفع بدل إيجار كبديل مؤقت عن منازلهم المدمرة. الاحتلال بيمنع المواد البناء، ولحتى الآن لم يتم إعمار منازلنا. يعني إحنا من 2014 بدأ إعمار المنازل في أبراج الندى، يعني بداية العام 2019. عشان أنت تستلم البيت تبعك كمان سنة ونص تقريبا بدك تستنى. في السنة ونص هذه العائلة إيش مصيرها؟ يعني لا بدل إيجار ولا مأوى إلهم. ووسط هذا الركام، ما زال أبو محمد يعيش على أطلال ما دمرته آلة الحرب الإسرائيلية صيف عام 2014، على أمل أن يتم إعادة بنائه من جديد ليعيش مع أسرته في منزل جدرانه باتت رمادة. وضعنا أنت شايف الجو برد وسقعة وأولاد مشتتة وعائلات مشتتة ومش عارفين إيش نسوي، ما حدا داري فينا ولا حدا مدور علينا، وبصبرونا بالشهر الجاي السنة الجاي أول السنة آخر السنة السنة الجاي لنا 5 سنوات. فإعادة إعمار غزة ما زال الملف الأكثر تعقيدا في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي منذ سنوات ومنعه دخول الإسمنت عصب الحياة إضافة إلى مواد البناء إلى قطاع غزة. تقييد دخول مواد البناء ساهم في تأخير عملية الإعمار. أيضا على المعابر الاحتلال لا زال يمنع أكثر من 200 سلعة أهمهم مواد الخام اللازمة للصناعة، يمنع الاحتلال دخولها إلى قطاع غزة. فالاحتلال الإسرائيلي يهدف إلى جعل الفلسطينيين تحت وطأة التهجير أو التشريد، إلا أنهم صامدون على أرضهم كصمود هذه البنايات رغم ما طالها من قذائف وصواريخ إسرائيلية. من شمال القطاع، وسام أبو زيد، التلفزيون الجزائري، فلسطين. إلى طائفة من الأخبار الدولية المختصرة مع عبد النور بعوز وأحلام قلمامي. تبقى تحت الأنظار تواجد عسكري تركي على بعد كيلومترات من مشارف المدينة، والجيش السوري في تأهب لصد أي هجوم، والرئيس الأمريكي من واشنطن يهدد بتدمير أنقرة اقتصاديا في حال استهدافها للأكراد شمال سوريا. 16 شخصا لقوا مسرعهم ونجا مهندس الطيران في حادث تحطم طائرة شحن من طراز بوينغ 707 قادمة من قرغيزستان بسبب هبوط غير موفق على مدرج مطار فتح غرب العاصمة الإيرانية طهران. الطائرة الإندونيسية التي وقعت في البحر شهر أكتوبر الماضي تم العثور على جزء من قمرة قيادتها والصندوق الأسود الثاني، مما قد يساعد على كشف أسباب تحطم الطائرة التي سقطت بعد 13 دقيقة من إقلاعها وكان على متنها 189 راكبا. انهيار جزئي لمبنى سكني متكون من 9 طوابق جنوب روسيا يخلف هلاك طفل وفقدان 4 أشخاص. فرق الطوارئ تمكنوا من إنقاذ 7 أشخاص وإجلاء آخرين. أما سبب الحادث فيعود إلى انفجار للغاز، والذي يعد الثاني من نوعه في غضون أسبوعين. إلى الاحتفالات برأسي السنة الأمازيغية التي ما تزال تطبع مختلف مناطق الوطن بنشاطات ثقافية وملتقيات عكست الثراء الثقافي للجزائر. محمد ياسين نقاش.
تظاهرات علمية وثقافية وحتى رياضية احتفالا بسنة الأمازيغية يناير نظمت في كل من بشار باتنا وهران وبومرداس. فيه محاور متعددة يناقشها أساتذة ودكاترة باحثين في الأدب الأمازيغي إلى جانب القراءات الأدبية الشعرية المتنوعة لكل مناطق الوطن للتباحث ولدراسة ولكذلك التنقيب عن التراث الثقافي في ماهيته الإبداعية، خاصة هذا الأدب الأدبي الأدب الأمازيغي التري بكل تجلياته اللغوية واللهجية. إبراز دور الأدب الأمازيغي كرافد مهم وعنصر ثقافي فعال في الهوية الوطنية هي محطة من محطات البرنامج الوطني الرسمي الذي تنظمه المحافظة السامية الأمازيغية تحت الرعاية السامية لفخامة رئيس الجمهورية. أردنا أن تكون هذه المحطة مميزة في ولاية وهران بالتنسيق مع جمعية ثقافية نوميديا. نتكلموا أولا عن هذا المجهود اللي تبذله المحافظة السامية الأمازيغية في يعني ترقية الإبداع والأدب الأمازيغي. ومن باتنا كرم المشاركون رئيس الجمهورية نظير جهوده في ترقية اللغة الأمازيغية. في الفن الرابع احتضن ركع المسرح الجهوي عبد القادر علولة بوهران فعالية اللقاء الدولي للمسرح الارتجالي الذي عرف مشاركة فرق محلية لجانب فرق من سويسرا وفرنسا. خضر شيكر. بعيدا عن قيود النص المسرحي وبعفوية في الأداء مشاهد يقترح مواضيعها الجمهور ليؤديها الممثلون وفي فرجة ركحية صنع اللقاء الدولي للمسرح الارتجالي بوهران التميز. لقاء دولي نديروه سميناه امبروفيزي 4 هذه العام الرابع وحنا نورغانيزو فيه ونعرضوا فيه فرق. هذا العام استقبلنا فرنسا واستقبلنا سويسرا واستقبلنا ثاني مجموعة تاع ارتجال مثل مسان. ارتجال المسرحي صراحة هو فن صعب لأنه ما عدناش نص ما عدناش حاجة نلعبوا عليها. سي كالكو شوز كون في انستانتانيمو. C'est la première fois que je viens en Algérie à Oran. C'est la première fois que je viens de faire l'improvisation ici et vraiment je suis super heureux. Vous m'avez super bien accueilli et c'est vraiment un plaisir d'avoir pu jouer dans ce théâtre ici. C'est la deuxième fois qu'on vient ici à Oran pour faire de l'improvisation. À chaque fois, c'est un bonheur d'être accueilli par les dromadaires. C'est une troupe géniale qui essaie de promouvoir l'improvisation théâtrale en Algérie et c'est vraiment des partenaires de cœur parce qu'on joue avec eux, ils ont un immense cœur et de partage. وبطريقة ارتجالية كوميدية أبدع ممثلون شباب في تجسيد حكايات من الواقع وأخرى من الخيال. الحكم فيها كان للجمهور لاختيار أفضل العروض. بصراحة هي فري شابة، شفنا صالح بزاف، شفنا حاجة جديدة ارتجالية، زعما جات نيشا مع هذا الوقت، ماشي حاجة زعما اللي كرهوا منها الناس ولا حاجة جات مليحة. ويسعى المنظمون من خلال هذا اللقاء إلى التعريف بهذا النوع من الفنون وتطويره بالجزائر. It's my birthday today. when it's your birthday, you make a good makeup. Yes, lipstick. ارتجال إلى أبرز العناوين. دعم علاقات الأخوة والصداقة وتعزيز التعاون وترقية الشراكة بين الجزائر وجنوب إفريقيا والتوقيع على ورقة طريق تخص العلاقات الدبلوماسية بين بلدين ضمن زيارة وزيرة خارجية جنوب إفريقيا إلى الجزائر. تكريم الفائزين في مسابقة جائزة أول نوفمبر 54 في طبعتها 23 في 6 مجالات بحثية وإبداعية. توظيف كافة خريجي مركز التكوين بسوناطراك بالجنوب وإطلاق أول عملية تكوين في تلحيم أنابيب النفط لفائدة شباب ورقلة ترقية لليد العاملة المحلية المؤهلة بولاية الجنوب. الاطلاع على فرص الاستثمار المتاحة بباتنا والتسهيلات المقدمة لاستقطاب أصحاب المشاريع من جاليتنا بالمهجر. وكما تبعتم بسيدي بالعباس توسيع المنطقة الصناعية دفعا لوتيرة الاستثمار.
في فلسطين وقفة احتجاجية أمام مقر الأنورا بغزة للمطالبة بالإسراع في جاد حل للوضع الإنساني المزري جراء الحصار والاعتداءات المتكررة للاحتلال. فضيل مختار يوسفي تعود وتلقاكم في نشرة منتصف الليل. إلى اللقاء.